إشي الايكون تبع ال تبع الابليكيشن كيف شكله، هذا هو الابيض. اذا انتم مو منزلينه لسه بتروحوا على الاب ستور او على البلاي ستور بتنزلوه وبتعملوا تسمحوا للبوش نوتيفيكيشنز انهم يبعثوا لكم، يصير يبعثوا لكم نوتيفيكيشنز انه كل ما تنزل كولكشن جديده، كل ما يصيروا عاملين ديسكاونت او اي شيء جديد انهم يبعثوا لكم نوتيفيكيشنز اول باول. وهلا كمان راح اصور لكم ايش في عندهم براندز انا كتير لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.